تسجيلات حرز الله هي الأفضل. أبو محمود شرفتونا يا هلا. ابن عيوش وين الغالي أبو حسام يجي عنا على المقام تنغل وتحلى الألغام فيها الساحة والأركان ليلة حلوة وجميلة مصطفى والكلمات الأصيلة ندعي جميع العيلة ونحيي جميع الضيفان على مصطفى الجماعيني ناب عنه البوريني لما بيجي لميني بتلاشى مثل الدخان يا هلا كل الأحباب شرعنا كل الأبواب سلم لي على البلاد أبو أمير بهالميدان يا مصطفى بعيني إلك وردي جوري يا ملك الفرعاوي شرب زين هالميدان أنا بحيي لطيفاني دواسوا والقتاني حسوني بأجفاني أو يا هلا بكل العيان الوحدة جينا بجماعين على اليسار وعلى اليمين عنا الناس الغانمين وعلى اليسار وعلى الأيمان شوفوا الناس قد ما بيحبونا يا أخوان أعطونا سيارتين هاي مفاجأة الحفلة هاي مفتاحين شايفينهم اللي مضيع مفتاح سيارة يا أخوان مفتاحين اللي مضيع افقدوا حالكم أو بروح فين لي جيرة الله أبو حبيب جيرة الله على الجميع حي ربع وضيفاني سلم لي على الجولاني وعطي له القصاني والخالي له أهل العرفان قالوا يا أقرب يا أبو حبيب أسد بيحكي لي طانيب يلا روحوا مع وجيب 15 من الألحان جاي حي الجماهير تحية إلى بشير بهدلوا عبر الأثير وبطنوا مثل الصوان وإقرب معنا إقرب حي أحبابي يا أسد وما ننسى كل البلد ألو اللي وصلوا عالديوان ليلة حلوة وجميلة أيوة البعض الطويلة أنا بهدي لما وويلي أيوة القالب لو فرحان ألو اسمعوا يا أمارة وإحنا جينا سهارة بنحذير الحجارة من أسدنا بالديوان ذكر الهادي الله يديمك يا شادي او حيا كل الاجوادي او للطيف شرع ديوان لك انا المعايل اثنين فعلا بسوه ملايين شادي والله نور العين مرحبا بالكاروان سوياني حبة عيني او ظلنا له الجمع عيني او تجري في شراييني او ايادو على الجبال لك شد 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 الرمل بتنتع على اللد واستريح واستريح إذا إنك شيخ الفرسان باع الكرامي بنمد وغني معاي وارتد بكرة السبت وبعد الحد وكل أحبابي فرحاني على واسمع مني يا كبتاني بشي حتى بالقاني إذا بعلى أحصاني وأنا أمسك سرج حصان البعداني على الأبجار ومن كلمة بيتحير كلمات وتنقل على الدفتر وما عنده أي عرفان يحضر 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 إذا بنزل على المنبر ثمني على نار اختر بعمل تحت الفيضان اليا هلا بكل الجواد حيي لابن زياد بحيي كل الطياب وبعطي للحاك المليان الو اسمعوا يا غانمين اشد شيخ النصابين او عداين هالمسكين طول العمر والزهر انا باع الكرامي ممدود مصطفى وقالوا حسود متحدى لابو الاسود واللي قالوا خسران قالوا جيب معك ومي ولا بتقدر علي ما شفتك بعيني يا ابو دواس الفنان الحق بندفعه للحق ومصطفى رجع الشك عمره ما بدفع الحق بالساحة وقالوا خوان او الله يمسيكم بالخير يا عموم الجماهير انا معي مليونير وانتي اطلع من الديوان انا معاي الكلمة بمعجم عقبال الغالي اكرم بهدي لك مني معجم بكلامه مثل الذبان قالوا يا ابو ابراهيم يا خيي ويشهد الله ونبيي بشي حتى يزيي لما بنزل عالديوان انا بعتاني على الاصيل سلم لي على الخليل فيها هالشعب الاصيل بواسمه يا منصان يا ابو ابراهيم انتي انسان واسمع قول من القسطان عبانا مع الفسوان بالله ضغي بالكروان انا مني خود الحقايق للسيد وبينافق باب الكريم وطارق
لا تقرب الى الخوان. الو انت الغارب لبيتي وراكب عبس كاليتي، اذا بشلح جوقيتي بقطع راسه بهالديوان. انا معروف بهاي البلد هبي واسم الاسد، كلامي هالمعتمد وصوتي وصل عاليابان. ولا عدنار الحمية ومعاي الحرباجية، جد الدي عدي يا اسد وقت الطيعان. انا عقلبي يوم انه يفوت بهديله منه السكوت، كلامي مثل الياقوت والمعاني كالذوبان. بجماعين احنا بنفخر صيحة الله اكبر، اسد منشار ومحجر بده يحيي للكلان. الغيران وهالمحبوبة فيها يغلب هالدوبة، بيقولوا مصنع طوبة او بيكذب علي من زمان. قالوا انا بفتح مصنعين عند الفكرة ودلاحين، ايلو ايلو بفتح الحين بعمل عنده مهرجان. قالوا سمعنا منه سمعة فجارة الف نبعة، غنينا بيوم الجمعة او كل احبابي فرحان. او اوعى تزك يا ساديزك، اوعى تزك يا شاديزك، هل اسد ولا بنزك بجرى بيرجع الف شك تصير طلطم عالخدين. قلبي كلمتك لا تحتار من خلفي ابن الجنجر، بيقولوا الحكي تكرار وما بحسب الى الحلوة. يا ابو حبيب وعالمضمون بحكيها بين العموم، خايف دايب قمرهون من هذا الشيخ الكشلان. البدو يعطي المعادي لو يعطي الكلمة بوجادي، لو عندك كلمة من شادي ما ترضي اي تضغون. او عمري ما ببقى مغرور انا البصيد نسكور، لما حدي ابو النور ولا بحسب له حسبان. اي ما بتقدر عميداني متحامي في الكداني، ما بتعبوا اجفاني عشي مالو عليامي. ايضا متحامي بالغالي كابو زيد الهلالي، اوعد وقف عقبالي يا اسد ما انتي كشلان. انا دواس الكلمة عنا عشيرو كانت غنى بالحبايب استنى، او يا هالة كل الظنون. يا ابو دوس بالتلاحي اضحك انت غراب البين، خايف تروح من هين يا فيصل باربع اسنان. انا يا صوتي يا صوت العود بيغني ابو الاسود، قالوا لي اسمه داود ومن عندي ولو كشلان. لك هدي هدي يا ولد عقبالي مني سالت، هيو معاي اسد بعلن اسد هالدرغان. الكرمالك يا ابو الوالد بتهدي لك بالوارد، مرسالو قالوا عقيد عنا للاهل فرحان. لا اسد جينا وباركنا ولا شادي في محفلنا، وصادق فعلا مع اخوتنا ستة وسبعة وثمانية تنعدوا الي يا خلا. الف الف مبروك لاخونا الكروان. النتيجة واحد واحد، لانه هذا شلح جاكيته وهذاك شلح الجرافي، في تعادل يا اخوان. افتحوا لنا المجال شوي. الان في فقرة تكريم من قاموا على هذا العمل واللي كانوا مساندين وجنود في الخفاء اوفياء، الله محييهم. خلونا نكرمهم، فضلنا المنصة عشانهم اذا امرتوا يا اخوان. احلى نصر في البلاد. بدناش حدا على المنصة يا اخوان عشان التكريم، الله يرضى عليكم. واستريحوا على الكراسي، استريحوا. تريحونا على الكراسي حبايبنا. يا سيد طبعا اللي ما حدا بيعرفه بعد الحمد لله طبعا ومشيئة الله وتوفيق الله، بأنه شركة الهيبة خلال شهرين ونص هذا المبنى قام وصارت فيه العدة، والحمد لله طبعا هذا الجهد جماعي. وراح من لا يشكر الله، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. لا إله إلا الله. فكل العمال وكل الأيدي العاملة اللي اشتغلت وكل اللي ساهموا معنا، ركز لي على العمال، على العمال واللي فخر إن عامل جميعا هسه نشكرهم. وطبعا نشكر اللي حضروا واللي شرفونا، اهلا وسهلا بيهم. اسم طيب قبل ما نبدا بالتكريم يا اخوان، كمان مره اللي مضيع مفتاح سياره، في واحدة منهم اجى اخذها صاحبها، الثاني مبين مشطوبه على فكره.
الله يبارك فيك يا اخوان. اسمحوا لنا مجال بس اللي قدام الاولاد صغار من قدام الضيوف، خلينا نكرم اخواننا حبايبنا اللي شاركونا. اهلا وسهلا فيهم الاخ نسيم الجولاني واخوانه طبعا.